يا ناس مش فوق يا خلق عايشة ومرتاحة وفي ناس مش فوق وانا ماشي بتمرجح فيها من تحت لفوق خلصوا مزيان ومول انفلونسر خاص الدوله تخصص واحد الضريبه واحد الضريبه تحيد لاي يوتيوبر واي انفلونسر واخا غير 700 درهم في النهار واخا غير 700 درهم في الشهر ضريبه على الانفلونسرز وعلى الفنانين هذاك رفيق بوبكير وداك داداس وسعيد ناصري تكون واحد الضريبه وديك الفلوس ديالنا حنا بصيفتي انا حتى انا ستريمر بصيفتي ستريمر نحط ديك 700 درهم واي ستريمر واي يوتيوبر يحط 700 درهم وتجمع في الاخر ديال الشهر وتعطي للشعب ولاد القحال يلاه طبوا نتمكم والله الا سكت الزمن بوكم انايا والله يطبوا امكم الا سكت ليكم اي يوتيوبر واي ستريمر واي انفلونسر كيفوت 10000 درهم كيدخل في الشهر يجبد 700 درهم في الشهر القحبين ما تحيد طبوا نتماكم الدوله تحيد لكم الدوله والدوله تفرق على الشعب ولا دير بها شي حاجه صافي ولا دير بها شي حاجه بت يلا الزمن بكم اللي تحيدوا لي فولو على انا الدوله 700 درهم تحيد علينا حنا ونحطها في البنكه وشوفوا ما لمن يعطيو وهاد الفكره الدراري عاودوا دوروا في مخكم امريكا راه دايراها وفرنسا راه دايراها هولندا راه دايراها فكروا في هاد الفكره مزيان ودوروا في زكم اي يوتيوبر واي انفلونسر مدين مو بحال انا راه خاصني بطاقه فنان انا تالينا نبقاو كي الكلب راه خاصني بطاقه فنان اشنو هي الميزات ديال الفنان حطوا لي الميزات ديال الفنان نشوفو مش فيا ولا كاع ما فيا قاعده جماهيريه ورايا جمهور كبير اصاحبي قبل النازيه الجديده صاحبي راه شيت اكثر من 300 واحد وقفتهم في الدربه قال لك مالك غنديروا مظاهره الياس في الحبس اخويا انا ما مشدود ما والو ما نيناش درت باش نتشد